معكم الطالبة الجامعية تسنيم ماهر محمود المملوك من جامعة الفخر والاعتزاز، جامعة الكل الفلسطيني، جامعة الأقصى، تخصص دراسات إسلامية مستوى ثاني. التحقت بجامعة الأقصى بعد أن حصلت في الثانوية العامة على معدل 99.3 ترتيب الثانية على الوطن. التحقت بجامعة الأقصى دون غيرها من الجامعات لأنها بالنسبة لي أنا كطالبة جامعية من أكثر الجامعات التي تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للطلاب، وكذلك تعاملها الراقي مع الطلاب، وأيضا بأنها الجامعة الوحيدة بالنسبة لي التي تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة، فيها قدرت تفوقي وأيضا حصلت على منحة كاملة 100%. اخترت تخصص دراسات إسلامية بفضل الله عز وجل وكرمه، وذلك حصلت فيه على معدل عالي بامتياز، وكنت خلال هذه السنة الأولى على دفعتي. واخترت هذا التخصص دون غيره من التخصصات لأنني كنت من صغري أحب الدين، فحببت من خلال هذا التخصص أن أتعلم مبادئ الدين الإسلامي بشكل صحيح. بفضل الله تعالى وكرمه كانت هذه السنة رغم أنها تعليم إلكتروني إلا أن دكاترة الجامعة لم يدخروا جهدا واحدا في أن توصيل المعلومة للطلاب. أيضا خلال هذه السنة حققت أهدافي وطموحي في جامعة الأقصى، قدرت على أن أنمي مواهبي خلال هذه الجامعة. أنا كتخصص دراسات إسلامية لدي مواهب أخرى متعددة كالكتابة والتأليف وإلقاء الشعر وتقديم الحفلات، فانضممت إلى فريق البساط الشبابي وكنت عضو مجلس إدارة خلال هذه السنة، قدرت من خلاله أن أنمي مواهبي.